المصريين عندهم شوية أيقونات كده، شوية حاجات بتخلي حياتهم مليانة بالنور، مليانة بالبركة، حاجات ملهاش أول ولا آخر، بتخليهم دايما موصولين بالله سبحانه وتعالى، زي الكعبة وزي حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجده المبارك وقبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الحاجات بقى المسؤولة على إن تخلي حياة المصريين مليانة بركة ونور المصحف الشريف، كتاب ربنا المصحف. وعشان كده بيخلوا المصحف في كل مكان في بيتهم، وكمان بيخلوا المصحف في كل مكان في شغلهم، وحبوا كمان إن المصحف كمان ما يسيبهمش في الطريق. وعشان كده المصريين بيحطوا المصحف كمان في العربيات. تعالوا نشوف هو المصريين بيحطوا المصحف في العربية ليه، ونسمع آرائهم في هذه العادة المليئة بالنور. عشان نحافظ العربية، يعني هي بتعملها أكثر حاجة إنها تحمي العربية من كسر أو يحصل لها أي حاجة. ده المفروض ما تحطش إلا إذا لو صاحبه يوميا كل يوم هيقرأ مثلا في آية اتنين حاجة كده، يعني بيشوفوها كبركة، يعني مثلا بيتعاملوا معاها كبركة كده، وربنا يغطي عليهم بيها بإذن الله تعالى. يا ريت نكون حافظينها في الدماغ أكتر من ناخدها في بنتبارك بيه، لكن ما بنقراهوش وما بنفتحهوش وبيبقى مطر. نوع من الاستئناس والامان والطمانينه للقران الكريم. لو واقف في طريق، لو في سفر وبتاع، في حد والدته جنبه او اخته احبه كنت تقرا فيه، ممكن يستفيد اكيد في كل استفاده يعني. والله احنا كمسلمين احنا دايما بنتفائل بالموضوع دوت، بنحب دايما نحط مصحف، اي حد في عربيته بيحط مصحف، تفاؤل يعني. هو تفاؤل، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. عشان يحفظني، عشان ربنا يحمينا، عشان دايما لازم كلام ربنا يكون معاك. كلام ربنا وذكر ربنا ده بيحفظنا دايما، ان ربنا يحفظهم الصورة معاهم، ويعني تبقى حاجه شيء طيب وكويس يعني. هو احنا بنحط مصحف عربيه للقراءه، دي اولا حاجه يعني، لازم المصحف يبقى قدامنا ان احنا نقرا منه، عشان بيحمينا من كل شر مثلا، عشان بيحمي برضو العربيه من كل اي سوء بيحصل وكده يعني. مش بركه ولا حاجه، بس المصحف ده كلام ربنا، لان اسم الله طبعا حافظ لأي شيء إن شاء الله. حاجة إلهية كده بنتوسل بها لربنا، فبنأمل إن هي تبقى خير حافظا يعني. هداية وحاجة روحانية راحة نفسية يعني. عشان البركة، وتحل البركة في العربية وتبارك العربية. هو بتهيألي من البركة يعني، إن هو تيجي بركة للعربية. عشان نقرأ فيه بس مش بنحط يبقى عليه تراب. وجود المصحف جوه العربية غلط، لأن المصحف ما يعني موجود عشان تقرأ فيه. لكن تهمله وتحطه في العربية ده غلط، عملية ان انت بتقول ده بركة مش بركة. لا، في ناس بتتبارك بالقرآن، بس مش معنى ذلك ان انا احط المصحف في العربية واسيبه، لازم اقرا فيه عشان يبقى ليا ورد يومي يحفظني من كل سوء ومن الشياطين ويستر عليا ربنا، لازم يكون ليا ورد يومي، يبقى انا احط المصحف جنبي على طول كأنه زي الصديق بالظبط.